لا إله إلا الله. حرام فلوس الناس. ارموني يا جدع، ارموني يا جدع. عاجبك يا باش محضر؟ نتضرب ونتهز والحكومه واقفه؟ احنا جايين للتنفيذ وبس، مالناش دعوه بالخناق كده اهو. السكاكين طالعه بحول. شايفه يما؟ شايفه عزب اللي مش عاجبك؟ لا مؤاخذه بس يا عزب، انت مالكش صالح في اللعبه دي. وعلى راي المثل، من حكم في ماله ما ظلم. تمام، من حكم في ماله ما ظلم. ده ظلم وافتراء ده يا ناس. يعني يرضيك يرمينا بره في الشارع يا عزب؟ لا ما يرضنيش انك ترميهم بره. ايوه بس المحكمه حكمت لي بالسلام الارض. ما دام المحكمه حكمت خلاص، هو يعني هيبنيها من بكره؟ اه صحيح، هو انت هتبنيها من بكره؟ ما تسيبها لنا يا اخي نسترزق منها. ما تسيبها لهم يسترزقوا منها. كده اهو سفلقه من غير ايجار. سفلقه من غير ايجار ما يصحش يا معلم. مأمون حرام عليك، تاخد منهم فلوس ازاي؟ دول اتنين نسوان غلابه. تمام مظبوط يا معلم، دول اتنين نسوان غلابه. طب حس كده بقى يا استاذ، وما دام عايزين يستنوا في الارض، انا طالب 100 جنيه ايجار في الشهر. 100 ايه؟ جنيه. شوف يا معلم، لا مؤاخذه، انا قلت كل اللي عندي. 100 جنيه ايجار في الشهر، والباش محضر واللي معاه يروحوا مبسوطين. كمان خلاص يا معلم، خلاص الفلوس بتاعتك عندي. على راي المثل، عيان بيحب مي. عيب يا معلم مامون. بقول لك ايه، طولة لسان مش عاوز، وفلوسك هتوصل لك. امتى؟ لما تفرق. لا انا عايزهم دلوقتي حالا. اتنط فرط تواصل. ايه ده؟ ايه؟ انا بوشكش بوشكش. ايه في هنا؟ مامون طلع الكارت الاحمر للحريه وامها عشان 100 جنيه. 100 جنيه؟ بس عزب سبع البرومبا ما عملش واجب. تعالى رايح فين؟ سيب بقى الانفتاح يشوف شغله، وهو كله لصالح الغلابه. احنا يا شباب الليموزين، احنا خدامين العروسه وام العروسه. انا اتطف ورط. تحب تقبض فلوسك بالدولار ولا بالاسترليني يا معلمه؟ خلاص يا استا جميل، ما دام انت ضامن يبقى الحساب وصل يا راجل يا عسل. خد رجالتك واتكل على الله وهحصلك على الوكاله. على راسي. اسحب بينا يا باش محضر. يلا بينا يا رجاله كالكخيبه.